احنا الطبيبات عملنا صراحة يعني ممتاز جدا، وبنقوم انقاذ الامهات والاطفال بشكل عام. وحالة الحالات هنا يعني يتطلب انه اكثر الاحيان يعني يطلبوا مني انه ضروري انا اقف معاها، لازم اذا انت مش معي انا ما بعرف شيء المستشفى، فطبعا انا لازم اكون معاها. احيانا والله في خلال 24 ساعة اكون معاها حتى تتم العملية في امان، وكذلك يعني انقاذ الام والطفل معي.